سلام الله عليكم جميعا، كيف احوالكم؟ طبعا قلنا نفعل هذا الفيديو من اجل ان احنا نوضح يعني خيرات من الاتصالات وصلت لي من الاصدقاء والاعزاء يسالون عن المتغيرات الجديده في المشتقات النفطيه، فذلك قلنا نفعل هذا الفيديو من اجل ان احنا نوضح. اولا يا حبايب، الحاصل في الموضوع اليوم انه ارتفاع جنوني في البورصه العالميه كله بسبب العقوبات الامريكيه على روسيا، يعني ارتفاع غير مسبوق في العالم كامل. اول سفن دخل علينا الشهر الماضي ولما عملنا المؤتمر الصحفي كانت متوسط تكلفه البورصه في حينه 127.60 سنت بحسب ما وضحنا في المؤتمر الصحفي. اليوم السفن الاخيره التي وصلت تكلفه البورصه 139 دولار في البرميل. طبعا البرميل النفط المصفى غير بورصة النفط الخام، يعني مثلا النفط الخام نلقى البرميل ب 115 انه خام، عادوا ما قد عملوا ليش عملية تكرير. بينما المصفى الذي بعد التكرير بيكون سعره وتكلفته مرتفعة. هذا هو الذي حاصل، فلذلك اليوم الارتفاع العالمي ما هوش فقط عندنا، العالم كلها اليوم بيضج، يعني كبار الدول الذي الدخل عندها مرتفع واقتصادها قوي مثل امريكا، مثل المانيا، مثل فرنسا، دول الصين، اليابان، دول كبيرة يعني والدخل عندها مرتفع معاهم مرتبات وحياتهم سابرة، ما قدروش حتى انهم يدعموا التكاليف المشتقات النفطية وارتفعت عندهم جميعا، فما بالكم بشعب مثلنا لا مرتبات ومحاصر وحالة حالة. التكلفة الحالية غالية، ما حدش يصير يقول انها والله انها عرضة والله انها ما بش احسن منها، لا. التكلفة غالية، حتى بعشرة ألف غالي، حتى الدبة لو تقع بثمانية ألف غالي، بستة ألف والله غالي. ليش من أقول غالي؟ لأن إحنا يا جماعة الخير معانا نفط خام، الباري إكرم هذا الشعب بالنفط الخام. النفط الخام حقنا شهريا بيبيعه بأكثر من 200 مليون دولار شهريا، ولا حد داري أن بتصير هذا المبالغ، لا بيستفيدوا منها لا في الشمال ولا الجنوب ولا الشرق ولا الغرب، ولا بمحافظة بتستفيد من هذا المبالغ. نلقى محافظة تكلفة الدبة عندها ب 18600، واحدة من 22، واحد ب 25، واحد ب 12.8، وكل محافظة ومعها تكاليف غير التكاليف، مع ان احنا يعني كان يفترض ما دام معانا الله اكرمنا بالنفط الخام، كان يفترض ان الحكومات السابقة من اول ان معانا مصافي عملاقة، مصافي نكرر لانفسنا، تحصل حرب عالمية الثالثة الرابعة عاشرة، العالم يحرق، ما لنا اي دخل، بناكل من خير بلادنا مثل اي دولة مسطرة، لا النفط الخام معاها نفط خام. لكن الحاصل عندنا انهم دمروا مصافي عدن، ما بش معانا الا مصافي حق مارب، والمصافي حق مارب يلا تكفي مارب، ما يقدرش تغطي حتى ما يقدرش في مارب انهم يتولوا شبوها الذي جنبهم. لو بس يتولوا اي محافظه من الانتاج حق مارب حتقرح ازمه في مارب، لان الكميات مصافي مارب ما تقدرش تنتج اكثر من الانتاج الحالي المتواجد حاليا، فلو كان معانا مصافي عملاقه ان احنا بناكل من خيرنا وان الامور يعني مرتاحين وارتفاع النفط بيكون لصالح هذا الشعب، لان الشعب يستفيد من ارتفاع البورصه عالميا، لكن الحاصل عندنا غير العالم هذا كله، وان احنا اصبحنا اليوم بنعاني مثل اي بلاد ما بش معاها نفط خام. ترتفع وحياتنا كلها مربوطه ببورصه، ارتفعت البورصه ارتفعنا مع البورصه، نزلت البورصه نزلنا مع البورصه وخلاص وحياتنا معلقه. اما انا كشركه نفط احنا عملنا هو فقط على احنا بس طرف ما يقولوا يعني احنا طرف فقط وسيط ما بين التاجر الذي بيشتري، احنا في شركه ما نقدر نشتري، لو نشتري باسم شركه النفط اي شحنه يتم مصادرتها، فلذلك لجانا الى التجار. التاجر بيقدم عرضه واحنا بنشوف اقل العروض. بمقارنة بالبورصة، يعني ما عادش واحد يرفع لي تكلفة أكثر من تكلفة البورصة. وإحنا بنعمل قائمة تكاليف ونعمل التكلفة الفعلية مثل ما بنوضحها في كل مؤتمر صحفي. لذلك يعني الحاصل وما حصل اليوم، إحنا حبينا بس إني أفعل هذا الفيديو من أجل إن إحنا نوضحه. أيضاً إحنا نتكلم مثلاً اليوم إنه الحل الوحيد لما بنعاني إحنا، يعني حتى اليوم التكلفة الحاصلة اليوم احتمال السفن القادمة يكون أغلى، واحتمال يكون انخفاض، يعني ما نقدرش حتى ان احنا نقول انه الوضع يستقر او ان الوضع ما ارتفع او الوضع انخفض، ما نقدرش ان احنا نتكلم في هذا الشيء. كنا في الشهر الماضي وعدنا انه مراقبه تكلفه الدب كل 10 ايام، وهذا الحاصل، كانت بدات ب 12.600 ونزلت الى 12، وذلك بسبب نزول انخفاض سعر الصرف، اما سعر الصرف لانه جالس مستقر ما قد بش اي نزول، علشان احنا نقول ان نعيد النظر في التكاليف وما الى ذلك، فلذلك تكلفة المشتقات النفطية بشكل عام هي مرتبطة بسعر بورصة، معانا سعر صرف ومعانا الدمرج
طبعا في خلال الهدنة ما بيش ولا سفينة نقول ان احنا الان الحصار لا زال الحصار قائم، ما نقدرش نقول انه والله الحصار انهم رفعوه عننا او ما الى ذلك، الحصار هو عاد قائم. وبالدليل على ذلك انه خلال الهدنة كل السفن التي وصلت لها عندنا تم احتجازها، والاحتجاز وصل من سفن بعضها احتجزت يوم والبعض الاخر وصل الى 23 يوم. ايضا معانا موضوع التأمين البحري على السفن، احنا الان لازلنا ندفع تأمين منطقة حرب لان الحصار ما قدر ارتفعش علينا، بينما العالم كله بيدفع تأمين عادي، لكن احنا عندنا في الوضع الذي احنا عايشين بندفع تأمين طب، بيكون التأمين دبل على التأمين العادي. ونسأل الله السلامة. هذا ما وددت أن أوضح لكم، شكرا جزيلا لكم.